السلام عليكم، ازيكم يا سنه ثالثه؟ عاملين ايه؟ النهارده هنكمل الدرس المره اللي فاتت، هو معنى الكسر واقرا. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان الكسر هو جزء من عده اجزاء متساويه، او هو جزء من الوحده ويتكون من بسط ومقام. احنا عندنا اي كسر لازم يتكون من بسط ومقام، واتفقنا برضو واخدنا ان الواحد بيساوي 2 على 2 بيساوي 3 على 3 بيساوي 4 على 4 بيساوي 5 على 5 وهكذا. طيب تعالى كده نشوف السؤال ده بيقول لي كم نصفا في الواحد الصحيح. تعالى كده نشوف، لو انا عندي الدايره دي فيها كم نص؟ ادي واحد اتنين، يبقى انا عندي كم نص في الواحد الصحيح؟ لو انت مثلا قسمت رغيف هيطلع لك فيه كم نص؟ اتنين. برافو، يبقى كم نصفا في الواحد الصحيح سنه ثالثه؟ اتنين. طيب تعالى نشوف السؤال الثاني، كم ربعا في الواحد الصحيح؟ تعالى كده نشوف الدايرة دي، اهي متقسمة اربع ارباع، واحد اتنين تلاتة اربعة، كم ربعا في الواحد الصحيح يا سند؟ يبقى اربعة. طيب تعالى نشوف السؤال التالت كده، بيقول لي كم ثمنا في الواحد الصحيح؟ يعني الدايرة دي فيها كم ثمن؟ تعالى كده نعد، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. ولازم يا سنة تالتة يكونوا متقسمين للأشكال متساوية، لازم كل جزء يبقى قد الجزء التاني، يبقى كلهم 8 أجزاء متساوية، الجزء الواحد منهم اسمه تم. طيب هما كام تم كلهم؟ 8. برافو. تعالى بقى كده نشوف الأسئلة دي، الشكل ده عايزين نشوف الجزء المظلل منه كام بالظبط، بيمثل الكسر كام؟ طيب مش احنا اتفقنا ان احنا هنكتب عدد الاجزاء المظلله في البسط والعدد الكلي في المقام. طيب انا عندي هنا كام جزء مظلل؟ واحد. من كام؟ من ثلاثه. واحد اثنين ثلاثه، يبقى المقام فيه ثلاثه. طيب الكسر ده اسمه ايه؟ او نقراه ازاي؟ سولس. طيب تعالى نشوف كده الكسر اللي تحته، احنا قلنا هنكتب عدد الاجزاء المظلله في البسط، يبقى واحد اثنين ثلاثة، وعدد الأجزاء كلها في المقام، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يبقى اسم الكسر ده ثلاثة على سبعة. طيب تعالى كده نشوف نكتبه ازاي، ثلاثة أسباع. برافو. طيب تعالى نشوف اللي بعدها، الشكل ده مظلل منه كام؟ قسمنا المربع ده أربع أرباع وأخدنا منه ثلاثة بس. طيب هما كلهم أصلاً كام ربع يا سنة تالتة؟ أربعة، يبقى اسمها ثلاثة على أربعة. طيب نكتبه إزاي؟ ثلاثة. طيب وربع 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 اسمهم إيه؟ أرباع، يبقى ثلاثة أرباع. برافو. تعالى نشوف كده آخر واحد فيهم، انا عندي هنا مظلل كام مستطيل صغير؟ واحد اثنين اللي هو البسط، والعدد الكلي اللي هو المقام خمسه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، يبقى اثنين على خمسه. طيب نكتبها ازاي اثنين على خمسه؟ بننطقها ازاي؟ خمسان، يبقى اثنين على خمسه هي خمسان. تعالى نشوف كده الاسئله دي، بيقول الكسر 3 على 7 بسطه كام ومقامه كام؟ احنا اتفقنا ان البسط هو الرقم اللي فوق، يبقى بسطه كام؟ 3. طيب ومقامه اللي هو الرقم اللي تحت؟ 7. برافو يا سنة تالتة. طب تعالى نشوف كده المثال ده، بيقول لي الكسر 6 على نقط بسطه كام ومقامه 9؟ خلي بالك ان هو هنا ما جابش المقام، بس جابه لك في الاخر، يبقى المقام بتاع الكسر ده كام؟ 9. طيب بسطه كام؟ هو جابه لي اهو ب6، يبقى الكسر 6 على 9 بسطه 6 ومقامه 9. طيب بيقول لي الكسر كام يقرا 4 اسداس؟ طيب تعالى كده نفكر في السؤال ده، احنا اتفقنا ان اول عدد ده هو الرقم بتاع البسط، هو الرقم اللي فوق، يبقى هنا كام؟ 4. طيب واللي تحت كام؟ بيقول لي 4 أسداس، يبقى اللي تحت 6. برافو.
طيب تعال نشوف الأسئلة دي كده. بيقول لي اكتب 4 قصور مختلفة مقام كل منها 9، لازم يكونوا 4 مختلفين يا سنة 3. تعال كده نجيب 4 قصور ولازم يكونوا مختلفين يا سنة 3. يبقى نكتب هنا المقام 9 وهنا برضو 9، وتعالى نجيب اي بسط اقل من 9. ممكن نكتب هنا 1، ممكن 2، ممكن 4، ممكن 7 مثلا. يبقى عندي 4 قصور مختلفة مقام كل منها 9، حاول تخلي البسط اقل من المقام. يبقى 1 على 9 9، 2 على 9 9، 4 على 9 4 أجزاء، و7 على 9 اللي هي 7 أجزاء. تعال نشوف السؤال اللي بعدها. اكتب 3 قصور مختلفة بسط كل منها 4. يبقى احنا عايزين البسط هنا يبقى 4. طيب تعالى بقى نجيب المقام ويكون اكبر من البسط. طيب تعالى بقى نكتب 3 مقامات مختلفة بس يكونوا اكبر من البسط. يعني مثلا ممكن هنا 5، وممكن هنا 8، ممكن هنا 10. 4 على 5 او 4 على 8 و 4 على 10، دول 3 قصور مختلفة البسط عندي كل واحد فيهم بيساوي 4. طيب تعالى كده نشوف السؤال الثالث. يقول لي اكتب 2 كسرين مختلفين بسط كل منهما بيقل عن المقام بمقدار 2، يعني البسط اقل من المقام بمقدار 2. تعالى كده نشوف. تعالى نكتب اي عدد، مثلا 7 في المقام. هو قال لي ان هو عايز البسط اقل من المقام ب2. طيب مين العدد اللي اقل من 7 ب2؟ 5، تبقى 5 على 7. تعالى نشوف واحد تاني، مثلا نخلي المقام 9. طيب مين البسط او مين العدد اللي اقل من 9 ب2؟ 7. تيجي كده نجيب واحد كمان، مثلا نخلي المقام 4. انا عايزه بسط بيقل عن المقام اللي عندي ده ب2، هو مين؟ الاثنين. يبقى 5 على 7 او 7 على 9 او 2 على 4، او ممكن تجيب اي كسر تاني. اهم حاجه يبقى البسط اقل من المقام بمقدار 2. السؤال ده بقى بيقول لي اكتب 2 كسرين مختلفين مقام كل منهما يزيد عن البسط بمقدار 1، يعني المقام اللي تحت يكون بيزيد عن البسط ب1. تعالى مثلا نخلي المقام 8، يبقى البسط كام؟ 7. تعالى كده نجيب كسر كمان، مثلا نخلي البسط 5، وتعالى نجيب مقام بيزيد عن البسط ده ب1، يبقى كام؟ 6. جيب كسر كمان، مثلا نخلي البسط 10. طيب يبقى انا محتاجه المقام كام؟ احنا اتفقنا ان المقام هيزيد عن البسط بكام؟ ب1، يبقى المقام هنا 11. تمام يا سنه ثالثه؟ تعال نشوف السؤال اللي بعده. اكتب 2 بسطه 5 ومقام يزيد عن بسطه بمقدار 2. يبقى انا اول حاجه شطت الكسر واخلي المقام 5، البسط هو اللي 5. طيب يبقى المقام بكام؟ قال لي ان المقام بيزيد عن البسط بمقدار 2، يبقى كام؟ يبقى 7. مش 7 بتزيد عن 5 ب2؟ برافو يا سنه. تعال نشوف اخر سؤال. اكتب 2 بسطه 3 ومقام 3 أمثال بسط، يعني البسط هنا 3 وعايز المقام يبقى 3 أمثال البسط، يعني اضرب الثلاثة دي في كام؟ في 3. برافو، تبقى 9، يعني 3 على 9. كده ان شاء الله نكون خلصنا درس النهارده. اقابلكم مره جايه سنه 3.